حراك اللي صار من اعتبارا من 17/20 الاول، هذه اكبر حركه مواطنيه صارت بتاريخ لبنان. هلا ما بتقدر بقى تجيب اليوم مثلا رئيس حكومه او وزير فاسد او اي مسؤول فاسد، لانه الحراك بضل بالشارع وما بيطلع من الشارع. هذا صارت المبدا المحاسبي بالفعل، اعاد للمواطن دوره، اعدنا الاعتبار للمواطن الفرد. اليوم الناس نزلت على الشارع ورفعت صوتها وعارفة حالها شو بدها. الحل ببلش من انه نحن نسمع العالم شو بدها ونحن نفتح له المجال يكونوا فعلا مواطنين فاعلين. وكتير مهم كمان انه هالمواطنة الفاعلة تكون اساسها المعرفة، يعني المواطن يكون عارف حاله شو النظام يلي هو عايش فيه، شو الحقوق يلي هو عم بيطالب فيها. صار في صعود يعني الهويات، الهوية الطائفية المذهبية اتلفت أو اندثرت، اللي كانت هوية إرغامية، هلا صار في عندنا كما أصفه صعود للصعود المواطن الفرد، the rise of the individual citizen. هذا ما بيعرف الفريق الحاكم يتعامل معه، كان دائما يقسم الناس ويعلمهم ويستتبعهم، هلا لا ما عم في سيطرة عليهم. هو الناس بدهم حقوق كتير طبيعية. هل التحول العميق، التغيير الكبير، إنه لبنان عند الشباب على الأقل بدل ما يكون بلد جماعات هو بلد مواطنين، بلد أفراد. تغيير بيصير لما بتتغير قواعد الحياة السياسية، لما بتتغير نظرتنا للسياسة، لما بتتشكل هويات جديدة. وأنا بعتقد في هوية لبنانية عم تتشكل اليوم. إدارة على المستوى المحلي هي ممكن تكون تجربة ناجحة كتير للجيل الجديد، لأنه ممكن تخرجنا من النطاق الطائفي، من النطاق الزبائني. فعلاً أشخاص قاعدين ضمن كوميونيتي، ضمن مجتمع محلي ضيق، بيعرفوا شو هن حاجاتهم، بيعرفوا بعضهم، وممكن يكونوا من مختلف الانتماءات، من مختلف الطوائف. النجاح على هذا المستوى بالإدارة السياسية وبالإدارة الاقتصادية وبالإدارة الاجتماعية ممكن ينعكس النجاح على المستوى الوطني ككل. لابد من البدء بالنطاق المحلي للوصول فعلا للإدارة الغير فاسدة الغير طائفية اللي كل الشباب اللبناني بيحلم فيها.